في اليوم العاشر والأخير من إضراب العاملين بمكتب بي بي سي بالقاهرة، تم التأكيد على أن إدارة بي بي سي في لندن ما زالت متعنتة في موقفها ضد موظفي مكتب القاهرة، حيث لم تقدم عرضا يصلح لأن يكون بداية للتفاوض، بل ولم تحاول التواصل مع الصحفيين المضربين في القاهرة أو مع نقابة الصحفيين المصريين طيلة مدة الإضراب، الأمر الذي ينفي ما ذكرته بي بي سي في تقرير نشرته على موقعها العربي أكدت فيه الإدارة تواصلهم الدائم معهم. وكان المؤتمر الصحفي لنقابة الصحفيين المصريين من أمام مكتب البي بي سي بالقاهرة للإعلان عن تضامنهم بشكل كامل مع مطالب الزملاء المشروعة. وصلنا لمحطة لي العد على الأصابع، طرفين، طرف ما زال يحتفظ بقوته الكاملة هو طرف العاملين داخل البي بي سي، وطرف بدأ يقدم حلول في ولكن لا ترقى لمستوى الحل، فده معناه ان احنا ربما نكون امام خطوة تفاوض جاد، او هذا ما اتمناه. لو لم يتم هذا التفاوض الجاد خلال الفترة القادمة، فاحنا امام خطوة التصعيد القادم ولا سيكون اقوى من الحالي، يتضمنه خطوات متعددة. الوقفة اللي حصلت النهاردة في لندن لن تكون الاولى ولن تكون الاخيرة، وربما يكون لها أشكال مختلفة في مساحات من التواصل مع جهات مختلفة، ودخولهم كطرف بشكل أو بآخر سيعلو خلال الفترة القادمة. وفي إجراءات داخل المكتب ومن خلال قانون العمل المصري ومن خلال وزارة القوى العاملة هنا وطبقا للقانون سيتم اتخاذها. عندما تضغط على زملاء للعمل في بيئة غير صالحة للعمل أو غير آمنة أو لا تلبي طموحاتهم أو لا تضمن لهم الحق الأدنى، فهو انتهاك للحق في حرية التعبير. هذا ما يجري، أن كمان تمارس انتهاكات وضغوط تمنعهم من التعبير عن نفسهم بالإضراب أو بغيره، ده انتهاك لحرية التعبير. ودي قواعد أتمنى أن تكون حاكمة لنا خلال العمل خلال الفترة القادمة في كل تعاملاتنا، وأتمنى أن يكون معيارا للحصول على حقوقنا كصحفيين بشكل أو بآخر. وفي بيان العاملين بمكتب بي بي سي بالقاهرة أكدوا رفضهم للسياسة العقابية التي انتهجتها إدارة المؤسسة بخصم أيام الإضراب الثلاث من مرتباتهم الشهر المنصرم، وتهديدهم بخصم العشرة أيام التي انتهت اليوم بما يخالف القانون، وفي إصرار على زيادة معاناة العاملين في مكتب القاهرة والنيل من عزيمتهم وإثنائهم عن مطالبهم المشروعة. اللي بيحصل نوع من أنواع التمييز، نوع من أنواع الالتفاف على حقوق الزملاء. مطالب الزملاء عادلة جدا، انتوا كنتوا بتدوا للناس مقيمة ورواتبهم بالعملة الأجنبية، العملة المحلية حصل في قيمتها تراجع، يبقى انت مثبت المفروض اللي كان يحصل مثبت الرواتب على عملتك. ايه اللي يخليك تتعامل معاهم بما قيمته بالجنيه المصري؟ انا شايف ان ده نوع من انواع الاحتيال على العقود اللي تم الاتفاق عليها مع الزملاء في مكتب مصر، وهو ما لم يحدث في مكاتب اخرى حصلت ازمات اقتصادية في بلاد تانية. ومع ذلك الإدارة ثبتت رواتب الزملاء في هذه المكاتب وفقا للعملة الأجنبية، وبالتالي انا شايف نوع من انواع التمييز بين الزملاء في مكتب القاهرة وزملائهم في مكاتب أخرى، نوع من أنواع التقييد على حريتهم في الاعتراض وإبداء الرأي والمطالبة بحقوقهم. في إجراءات عقابية تم اتخاذها خلال الفترة اللي فاتت لا تليق الحقيقة بمؤسسة تدعي إن هي طول الوقت بتناصر حرية الرأي والتعبير، لا ترقى لمؤسسة هي مؤسسة عريقة بالفعل بتدافع عن حقوق الناس وبتنقل مطالبها. فلما تيجي كمان تعمل خبر أو تغطية تنحاز لموقف الإدارة وتغفل موقف الزملاء، يبقى ده كمان إخلال بقواعد المهنية اللي البي بي سي طول الوقت بتدعي إن هي بتمتهنها. وخلال مؤتمر صحفي لنقيب الصحفيين تم التأكيد على أن إدارة بي بي سي في لندن لا تزال تماطل في الاستجابة لمطالب الزملاء بمكتب القاهرة بعد أشهر من المراسلات وعقد الاجتماعات وتوسط نقيب الصحفيين المصريين للخروج من هذه الأزمة. مفاوضات حائرة تلاها اعتصامات وإضرابات واتهامات بانتهاك حرية التعبير، تلك هي لائحة اتهامات من جانب مكتب بي بي سي بالقاهرة إلى الإدارة في لندن.
فعلى مدار الشهور الماضية كانت الاحتجاجات والاعتصامات هي العنوان الأبرز، وهو ما دعا نقابة الصحفيين المصريين التدخل بشكل حازم وحاسم للمطالبة بمطالب العاملين المشروعة. دعونا ننتظر خلال الأيام القادمة، قد تأتينا الإجابة، هل ستنتصر بي بي سي في لندن إلى قيم العدالة والشفافية؟ دعونا ننتظر. هاني النحاس من أمام مكتب بي بي سي بالقاهرة لبرنامج على مسؤوليتي.